صحيفة الجريدة ونقرأ: الخرطوم تسمح بسعرين للخبز. أعلن والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عبدون حماد عن التوصل إلى اتفاق مع أصحاب المخابز سمح بموجبه ببيع قطعة الخبز زنة 40 ل 45 جرام بجنيه، على أن تكون قطعة الخبز زنة 80 إلى 90 جرام بسعر جنيهين. وأوضح الوالي في تعميم من صحفي أن تلك الخطوة من حكومة الولاية تأتي حرصا على إيجاد مخرج آمن يحقق استقرار وانسياب الخبز. وأكد الوالي أنه قد تم اتخاذ التدابير كافة الخاصة بتفعيل أجهزة الرقابة لضمان تنفيذ هذا الاتفاق، وأردف: رغم الظروف الاقتصادية المعروفة وحدوث مشكلات في توفير السلع، إلا أن حكومة الولاية ظلت في جهود مستمرة مع الحكومة الاتحادية وقطاعات المجتمع المختلفة لإيجاد المعالجات الممكنة. سعران للخبز بالخرطوم، هل ستنتهي الأزمة؟ هو حقيقة في أكثر من سعر للخبز في الخرطوم، في خبز بستة جنيه، وفي خبز بثمانية جنيه، وفي خبز بثلاثة جنيه، وفي مناطق ما فيها خبز كله. لكن الخطوة هي جات باتفاق مع اتحاد اللجنة التسييرية لاتحاد أصحاب المخابز، اللي هم لفترة طويلة ظلوا في شد وجذب مع الحكومة إنه تكلفة قطعة الخبز 40 و 45، وهي حقيقة ما 40 ولا 45، هي تكاد تكون 20 جرام أو أقل كمان. الأطفال ما بشيلوها، فكان في شد وجذب في انه لا، الانتاج بتاع ال 40 جرام دي لو انتجوا به 90 جرام بسعر مضاعف تكلفه انتاجه حتقل، ده مبرر انه تكلفه الانتاج حتقل. فلم تتم الاستجابه الا مؤخرا للجنه التسييريه، والامر وصل لانه رئيس اللجنه التسييريه ده استغال وكانوا حيدخلوا في اضراب اتحاد اصحاب المخابز وغيره. لكن السؤال الاهم توفر الدقيق والقمح. أنا بفتكر ليس الحل في سعر واحد أو سعرين أو ثلاثة، لا، في توفر الخبز. جدير بالذكر أنه وزير التجارة والصناعة أصدر قرار أول أمس بإلغاء منظومة الوكلاء اللي كانت غايمة، واستبدل بالدولة بوزارة الصناعة هي تقوم بالأمر ده لخلل ذكره وزارة الصناعة في بيانها. فالآن بتبقى الآلية بتاعة توصيل الدقيق من المطاحن إلى أصحاب الخبز الجديدة هي أمام اختبار كبير، والسعرين أنا بفتكر حيلقوا قبول، لأنه الآن بدل أنت بتقف في الصف ساعتين ممكن تقف نص ساعة تقريبا. ما هي آلية وزارة الصناعة أستاذ طاهر التي ستلجأ لها لتنفيذ هذا؟ يعني جميل أنت تقرر، لكن كيف؟ هاو؟ وزارة الصناعة عبر الأزرع بتاعتها في الإدارات بتاعت التموين، خصوصا أنه أنشئت لها شرطة التموين عبر موظفين في الوزارة، بالإضافة إلى موظفين في كل. هل شرطة التموين هذه بدأت العمل؟ بدأت، وأمس عندها إنجاز كبير، قدرت تقبض محل بتاع سكر فيه 2400 جوال سكر كبير، وخلينا نهنيها كإدارة وليدة، وهي عندها أبوين، وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة، وبدت تشتغل. لكن بالعودة لموضوع الآلية ده، حيكون من وزارة الصناعة هي المشرفة نزولا إلى المحليات، نزولا إلى ليان التغيير والمقاومة في الأحياء. ديل الثلاثة دعمل لهم شبكة، الشبكة دي اللي حتكون مسؤولة. لكن ما بقدر، طالما هنالك شرطة التموين، ما هي الحوجة للجان المقاومة في الأحياء؟ شرطة نعم، لجان المقاومة في الأحياء ليس للرقابة، نعم، بقدر ما هي لتسهيل الأمر. يعني مثلا الحي مطلوب أنه يعرفوا بيحتاج كم قطعة خبز، 11 ألف قطعة خبز مثلا في اليوم، دي شرطة التموين ما حتقدر تقوم بها. برضو غني عن القول، نحن عندنا مشكلة إحصائيات كبيرة جدا، ما بتقدر تعرف حي زي حي اكس ما فيه عدد السكان قدر كم، محتاجين كم، بيصرفوا قدر شنو من الخبز، دي برضو معلومات غايبه عن الاذهان، مفروض يشتغلوا عليها. فلجان التغيير والخدمات ولجان المقاومه بيساعدوا في الحصر ده، وبدوا فعلا بطلب من وزاره الصناعه والتجاره. جميل. طيب بعد الغاء توزيع الدقيق المدعوم عبر الوكلاء، هذا القرار الذي اتخذه، نعم، مدني عباس، ما هي الاليات التي يمكن ان تكون بديله في التوزيع بعيدا، يعني كيف سيتم التوزيع؟ من سيقوم التوزيع عرفتنا الآن، نعم، شرطة التموين، نعم، ستراقب ما إلى ذلك، كيف سيتم التوزيع؟ بنفس الطريقة القديمة. هو خلل الطريقة القديمة أنه وكلاء التوزيع ديل أصحاب مخابز، نفس وكيل التوزيع بيكون عنده 100 مخبز، صحيح،
بالتالي تكونت إمبراطوريات بتودي الدقيق للمخبز بتاعه، والمخبز الما بتاعه ما بديه، يعني مفروض ياخذ 20 شوال يديه 5 شوالات. بتحصل الأزمات هنا. أنا بفتكر إنه الإمبراطورية دي كويس إنه أنت تزيحة، لكن ما هم نفسهم الأزحتهم من هنا موجودين في المخابز هناك، بتوجب إنه تتعامل معهم نفس الأفراد. بالتالي طريقة التوزيع أنا بفتكر حيكون فيها عدالة. لا تعتقد أنه سيكون هنالك تعثر في التوزيع؟ قد يكون في الأيام الأولى والثانية، لكن ما هي أسبابه المتوقعة؟ معرفة الأمكنة، الأفران، يعني فرن بلدي في آخر منطقة في مدرمان لازم يكون محصور، هل حيصلوه، هل المحليات حتشتغل الشغل ده بطريقة، ومفروض تكون اتعمل على حد علمي انه قام، لأن هذا القرار خرج، يعني أن احنا الآن نتوقع وأنت تتوقع أن يقوم هؤلاء، لكن وزارة الصناعة والتجارة لم تخبر الناس كيف ستقوم بهذا الأمر، لم توضح خططها بشكل مفصل. يعني هي مش مفروض توضح، هي كان مفروض تعليل لنا انه الخطه الشبكه اللي حتتعامل مع الحاجه دي. بالضبط، لانه هنالك اصحاب مخابز كده كده، ودي تلفوناتهم، في حال انت يا صاحب المخبز الموجود في اقصى مدرمان ما جاك حتتصل على التلفون ده في الوزاره عشان يجيك. فلكن بنتوقع اليوم برضو على حد علم انه وكيل وزاره الصناعه حيدلي بتصريحات بعد قليل في الاليه دي وكيفيه عملها.